طبيعة الحال نتوما راكم تبعتوا معنا بأن الموضوع ديال إحداث شركة تنمية محلية من أجل تدبير صندوق الأشغال، حنا بالنسبة إلينا رفضناه لاعتبارات. الاعتبار الأول اعتبار قانوني. أولا، شركة التنمية المحلية تحدث لتدبير المرافق ذات الطبيعة الاقتصادية والصناعية والتجارية. صندوق الأشغال ليس مرفقا وليس ذا طبيعة لا تجارية ولا صناعية ولا اقتصادية. صندوق الأشغال هو عبارة على واحد لو كونط، عند حساب بنكي. هذه الأولى. ثانيا، حنا فعلا ضد أنه هذاك صندوق الأشغال يبقى الآمر بالصرف فيه هو المدير العام ديال 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 شركة ليداك. هذا أمر مخصوص يستمر فعلا، وحنا اللي في المجلس اللي فات كشفنا المشكل. الوضع الطبيعي هو أن الآمر بالصرف هذاك صندوق الأشغال هو صاحب المرفق. صاحب المرفق اليوم شكون هو؟ من قبل كان ما يسمى بالسلطة المفوضة اللي فيها جماعة الدار البيضاء وعين حرودة والمحمدية إلى آخره. اليوم هذا الإشكال ما بقاش، ولا عندنا كانوا كيقول لك بأنه هذه السلطة المفوضة سابقا ماشي عبارة عن شخص اعتباري عنده شخصية معنوية باش يكون الرئيس ديالو هو الآمر الصرف. اليوم هذا الاختصاص تنقل مؤسسة التعاون اللي هو عبارة عن مؤسسة دستورية قانونية عندها الشخصية الاعتبارية عندها الاستقلال المالي والإداري. مبدئيا قانونيا خاص الرئيس ديالو يكون هو الامر الصرف فيه. اذا احنا بالنسبه لنا الا كان شي اصلاح كيخص النقل ديال صندوق الاشغال من الا بغيت تقول من الوصايه ديالك يولي خاضع للوصايه ديال الرئيس ديال مؤسسه التعاون شكون ما كان بغض النظر على الاشخاص. هذا قال القانون بالنسبه لنا، بل حتى من ناحيه الديمقراطيه والسياسيه فهمتي. وبالتالي احنا بالنسبه لنا كنرفضوا هاد يعني هاد النقطه، وعبرنا على الرفض ديالنا بطبيعه الحال، وعبرنا سيما انه حتى الوقت اللي جابوا لنا في مؤسسه التعاون هذا الموضوع وقعوا في غلط من الناحيه المسطريه، حيت جابوا لنا المصادقه على المبدا الوغ كو هما كيخصهم يجيبوا لنا المصادقه على ميثاق المساهمين بصفة عامة على الوثائق التأسيسية، ميثاق المساهمين، النظام الأساسي إلى آخره. دابا حنا بالنسبة لنا خصك أنت غير دير التصرف الصائب والصحيح من الناحية القانونية ومن الناحية حتى التدبيرية. أما الشركة يعجبها الحال ما يعجبهاش الحال، على كل حال هذا جانب حنا بالنسبة لنا ترناه، وهو أنه هذا الموضوع مبدئيا كان ينبغي أن يأتي في إطار استكمال الورش اللي بداه المجلس اللي فات وللاسف ما كملش لاعتبارات. كان خصو يجي هذا الاسلوب، هذا النمط، هذا الاسلوب في التدبير ديال صندوق الاشغال. مبدئيا احنا بالنسبه لينا نفضل انه يجي في اطار توافق ما بين الشركه المفوض لها وما بين صاحب المرفق، لان هذا غادي يمكن يجعل الامر يتيسر ويجنب ربما يجنبنا كثير من المشاكل القابله للوقوع.